وطلب الله عز وجل منا أن نحسن كما في سورة القصص في الآية 77 وأحسن كما أحسن الله إليك. وفي سورة الكهف الآية 110 ربنا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء الآية 23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربنا قال في سورة فصلت الآية 4 ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال ربنا جل جلاله وقولوا للناس حسنا. وقال في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. من الآية 24 إلى غاية الآية 27 حيث ختمها الله عز وجل بقول الآية 27 قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بلا استثناء وخالق الناس بخلق حسن. قال الله تعالى في سورة النحل الآية 125 ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي مجال القضاء قال الله تعالى في سورة النحل الآية رقم 90 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك.